يقول إنسان يعبد الله تبارك وتعالى ويعمل الصالحات ويبتعد عن الحرام لأجل أن يوفق في الدنيا، لا بأس، لكن هذا فعل الكفار ويأخذه في الدنيا، يأخذه في الدنيا. إذا سوى شيء زين في الدنيا يأخذه، الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحدا. عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي معروف، نعم، الكريم من كرماء العرب، أو ولده عدي صحابي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، قد علمت ما كان من أبي، يعني من الكرم، أبوه كان نصراني، قال: علمت ما كان من أبي، هل ينفعه ذلك يوم الدين؟ قال: إن أباك أراد شيئا وناله. يحصل في الدنيا. إلى اليوم الناس تتكلم في كرم حاتم الطائي. وأي إنسان يفعل خيرا في هذه الدنيا في الغالب يأخذه في الدنيا، لكن نحن كمسلمين لا نريد الدنيا فقط، نريد الدنيا والآخرة. فالإنسان يصحح نيته ويقول: اللهم، يعني في نيتي في داخله أن هذا العمل حتى أوفق في الدنيا وأوفق في الآخرة، أبر والدي لأن الله أمرني بهذا، وحتى يبرني أولادي، أحسن إلى الناس حتى يرضى عني الله ويحسن الناس إلي إذا احتجت، وهكذا. فيشرك النية، لا يتوقف على هذه النية أن فقط للدنيا، وإنما يشرك نية الآخرة مع نية الدنيا، ويجعل نية الآخرة هي الأصل. ثانياً،